مثالا من فساد الوكلاء ومن فساد كبار الوكلاء ومن فساد أصهار السيد السيستاني. أضرب مثالا وأعرضه بين أيديكم، نستمع ونشاهد هذا الفيديو. انت يا لبس مكتبة عنواني دنيا مرني علي السيستاني، دنيا مرني علي السيستاني، كنه الامريكي كنه بريطاني، كنه الامريكي كنه بريطاني، دنيا مرني شوف البينة سيد السيستاني طايلينه، كون يا مرني شوف البينة سيد السيستاني يا وايلينا، كون يا مرني علي السيستاني، كون يا مرني علي السيستاني، كنه الامريكي كنه بريطاني، كنه الامريكي كنه بريطاني، كون يا مرني شوف البينة سيد السيستاني يا وايلينا، كون يا مرني شوف البينة سيد السيستاني يا وايلينا، جان نقلبها قطر بيدينا، جان نقلبها قطر بيدينا، انت قائدنا ابد مو ثاني. شاهدتم واستمعتم للفيديو الذي عرضته بين أيديكم. الفيديو مصور بجهاز موبايل، والذي صوره كان مرتبكا، شاب صغير أرسله والده ليصور ما شاهدتم في تفاصيل الفيديو. مؤسسة الكوثر الثقافية مؤسسة
تابعة لمرجعية السيد السيستاني والمؤسسة معروفة ومشهورة في هولندا. وهذه المؤسسة يشرف عليها بشكل مباشر صهر السيد السيستاني السيد مرتضى الكشميري.